نبذة عن احتجاجات إيران يعتمد على تقارير شبكة مجاهدي خلق الإيرانية في إيران الأربعاء 7 يونيو 2023. نظم أشخاص من مختلف مناحي الحياة يوم الأربعاء احتجاجات في إيران وأعربوا فيها عن إحباطهم من مخاوفهم الاقتصادية. وشن شبان الشجعان في يسوج عاصمة محافظة كهكيلوية وبوير أحمد في جنوب غرب إيران هجمات استهدفت قاعدتين من وحدات البسيج بالعسكرية التابعة لحرس الملالي. وشن شبان شجعان في مدينة طاغي بمحافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب إيران هجوما استهدف موقعا محليا لقوات أمن الدولة. وعقد متقاعدون من هيئة الضمان الاجتماعي التابعة للنظام في مدن شوش والأهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران تجمعا يوم الأربعاء للمطالبة بحقوقهم احتجاجا على معاشاتهم التقاعدية المنخفضة. ونظم عدد من السكان المحليين الذين اشتروا منازل من الشركات الحكومية في مدينة زنجان شمال غرب إيران مسيرة يوم الأربعاء احتجاجا على تأخيرات البناء وترك قضاياهم طي النسيان، حيث يرفض مسؤول النظام الإقرار بالمسألة أو حتى الرد عليها. وعقد المستثمرون الذين تعرضوا للاحتيال في ورامين بمحافظة طهران اجتماعا يوم الأربعاء للمطالبة بإعادة أموالهم المسروقة. وتشير التقارير إلى إعدام 2 من السجناء في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في سجن كرج المركزي الواقع في محافظة البرز الإيرانية وغرب العاصمة طهران. شكرا للمتابعة.